وأنا عندي 7 سنين ماتت مامي، وطبيعي عايشة مع بابي وأختي إلهام. بابي راجل مش عادي، يوسف البدرشين، رجل أعمال وسياسي، بيحبني جدا بس مش فاضي، وأنا والله مقدرة. هو بيحاول دايما يعبر عن حبه ليا بأنه يخلي حسابي في البنك فيه ملايين. السلام عليكم ورحمة الله. فلوس فعلا ما بعرفش عايزها. أخواتي وأخواتي، أحب أعرفكم إن أنا رشحت نفسي علشانكم أنتم، علشان طلباتكم أنتم، علشان نبني مصر مع بعض، علشان اللي محتاج يلاقي الاحتياج بتاعه، وعلشان أولادكم وأحفادكم. الأزمة اللي موجودة في البلد حالياً هي أزمة أخلاق. لازم كلنا نخاف على بعض، لازم كلنا نحب بعض، لازم كلنا نثق في بعض. احنا لازم كلنا نبقى ايد واحدة علشان مصر، مش عشان اي حد، عشان مصر. واتمنى من الله عز وجل اني اكون محل ثقتكم وجدير باصواتكم. يا بابا! بابا! أنا اتخرجت وبقيت دكتورة! الناجح يرفع إيده وقولي هي! من صغري وأنا عارفة إني غنية، بس برضو أصريت أدخل كلية صعبة. أيوة بيني الشهادة؟ أيوة بنتي بقى دكتورة. أيوة رسمي! دخلت كلية الطب وبقيت دكتورة، دكتورة أطفال. ورغم ان بابي كان عايز يعمل لي احلى واشيك عياده، بس انا رفضت. وبشتغل في مركز طبي خيري لاني بحب الناس البسيطه، ببقى نفسي اساعده واقف جنبه. اما اختي بقى فبتشتغل مع بابي في البيزنس بتاعه، ده غير طبعاً إنها بتحب تتفرج على البرامج الرياضية وبالأخص المصارعة الحر. الفيسبوك بالنسبة لي هو حياتي، لأن معظم الناس اللي دخلوا حياتي مزيفين ومش حقيقيين. الناس في الفيسبوك ودودة ومجاملة، وبيشاركوا الواحد كل مناسباته ومشاعره، بس أنا استسلمت للعالم الافتراضي ده. بفرح مع الناس وللناس، وبزعل برضو مع الناس وللناس، ناس أغلبهم معرفهمش، لدرجة أني لما بتخيلهم بتخيلهم شكل صورة البروفايل بتاعتهم، حتى لو صورة البروفايل دي هي صورة قطة أو حتى كتكوت. حياتي بقت المركز والفيسبوك، والفيسبوك والمركز، لحد لما اتخطبت المصطفى وغيرت حالتي الاجتماعية من سنجل لإنجيجت. كنت فرحانة قوي وحاسة أني أسعد إنسانة في الدنيا. بس مصطفى خاني مع أقرب صاحبة لي، عقدني بصراحة، ورجعت حياتي تاني كلها لنفس الحياة، المركز والفيسبوك. حياتي حياة صعبة، طول عمري لوحدي من وانا صغير، لا شفت الأب ولا أم، بس عندي إمكانيات كويسة وبحاول أستغلها أحسن استغلال. لسه قدامي كتير عشان أوصل اللي أنا عايزه، بس متأكد إن أوصل. النهاردة يبقى بقالي 4 سنين بكتب كل يوم قبل ما أنام حصل إيه في يومي، ودايماً اليوم بيبقى فيه حاجات مسلية ومثيرة. والله أنا تعودت عليك قوي، لما بصحى من النوم ساعات ولاقيك مش بعتلي مسج بتنكد. طب أعمل إيه بقى عشان أشوفك؟ طب حتى مش هتقولي لي اسم المستشفى اللي أنت شغالة فيها إيه؟
لا مش هقولك. شهر بحاله بنتكلم، لا مخلياني اشوفك ولا حتى عايزه تديني رقمك. كله بأوانه يا جوجو. طب انا مش عايز، واكيد هشوفك قريب. معلش سامحني يا جلال، ساعات بيكون وقتي ضيق قوي، انت عارف ظروف المستشفى. النهارده يوم مش عادي، المفروض يكون كده. تعب شهر كامل، تجهيز وفلوس ووقت ومجهود، كل ده لازم يكون له نتيجة اللي أنا مستنيها. يا مسهل. افتحي بقك أكتر. خلاص يا حبيبتي قومي. عندها صديق جامد على اللوز، هو ده اللي عامل لها النزلة المعوية. أنا رأيي إنها لازم تعلق محاليل في المستشفى، تبتدي بقى كورس الأنتيبيوتيك. طب ودي مش غالية يا دكتورة؟ أنا عارفة ظروفك كويس، ما تقلقيش، دي هدية مني المرة. بس ده كتير قوي يا دكتورة. ولا كتير ولا حاجة، المهم صحتها بس تبقى كويس. ربنا يخليكي لينا يا دكتورة يا رب. اتفضلي. ده اسم الدواء. شكرا يا دكتورة. العفو عليك. سلام يا سلام يا مرو. والله أنا ما عارفة أقول لحضرتك إيه، الله يبارك لك يا دكتورة. ما تقوليش حاجة، وحتى لو مش قريبتك وظروفها كده أنا كنت ساعدتها. أنا الحمد لله بكسب كويس، ما فيهاش حاجة لما أعمل حالات مجانا. والله يا دكتورة أنتِ حتة سكرة، ربنا ما يحرمنا منك أبداً ونشوفك عروسة مع أحلى عريس في الدنيا. طب سيبك بقى من الكلام ده ويلا نشوف شغلنا. حاضر يا دكتور. الو، ازيك يا حبيبه بابا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. كريمان انا عايز منك خدمه، والله هتطنشيني زي كل مره. اطنشك؟ لا طبعا مش هطنشك، انا بس بحس ان انا اتفهم انك تطلب مني حاجه. يا بابا بطني وجعاني. يا دكتور الواد تعبان قوي. معلش المسكن 5 دقايق وهيشتغل. كريمان انت معايا؟ ايوه معاك. قول لي بقى ايه الحاجه اللي كنت عايز تطلبها مني. طيب شوفي يا حبيبه قلبي، انا عايزك تفضلي نفسك النهارده او بكره بالكتير قبل ما اطلع سويسرا. اصلا يا ستي عايزين نعمل صفحه ليا في الفيسبوك. لا 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 لا، غير صفحه الحزب خالص خالص. ما انا كان ممكن اقول لهم يعملوها هم، بس تبقى بجميله يعني. طب اقول لهم ليه وانا انا عندي خبيره هنا في البيت قاعده 24 ساعه قدام البتاع ده. ولا ايه؟ ماشي اوكي، باي باي يا حبيبتي، اشوف. كريمان هاي، ازيك؟ ايوه يا فندم. انا جلال. جلال مين؟ جلال مين؟ جلال زيدان. جلال جوجو. جلال جوجو؟ اه. حضرتك هتهزر معايا؟ انا معرفكش. شكلك راجل محترم، خلي بالك هنا كمان مكان محترم، فيا ريت تمشي بالذوق احسن. مش معقول تكوني شبهها للدرجه دي. طب بما ان حضرتك شايفاني راجل محترم، طب ممكن تسمعيني؟ هو مش حضرتك دكتوره كريمان البدرشيني دكتوره الاطفال وبتشتغلي في مستشفى الامل الخيري؟ على فكره اي حد ممكن يكون عنده المعلومه دي. طب ممكن اقعد بس اشرح لك؟ لا. طب بصي يا ستي، دي الرسائل اللي كانت بينا على الاكونت بتاعك. اتفضل. ايه ده؟ دي مش انا. هي صحيح صورتي بس انا معرفكش ولا عمري عملت تشات معاك. هو مش ده اسمك ودي صورك؟ ايوه، لكن الاكونت ده مش بتاعي. انا مش عارفه حضرتك جايب الاكونت ده منين. ده اكيد حد منتحل شخصيتي. معقوله؟ ده انا بكلمك بقالي شهر. طب اتفضل اقعد. اتفضل. يعني حضرتك المفروض جاي النهارده على اساس ان احنا في بينا ميعاد؟ لا لا خالص، انا باجي هنا احيانا، بس اول ما دخلت ولقيتك بصراحه ما كنتش مصدق نفسي. انا مش عارف اقول لك ايه،
انا بكلم صاحبه الاكونت ده بقالي شهر تقريبا كل يوم، ويعني تقريبا في بينا مشاعر. يعني انا اسف، يعني بجد مش عارف اقول لك ايه. يعني حضرتك المفروض فاهم انك على علاقه بالدكتوره كريمان يوسف البدرشين. انا كده فاهمه صح؟ للاسف هو كده فعلا. طيب ممكن اشوف الاكونت؟ عايزه اتفرج على الصور. طبعا اتفضلي، ده في ولا 200 صوره ليكي. ايه ده؟ ده بينزل نفس الصور اللي انا بنزلها وتقريبا في نفس الوقت. حضرتك لازم تبقى فاهم الاكونت ده مش بتاعي. انا كده فهمت، واضح ان دي مش حضرتك. انا اسف. انا اسف، جايز اكون فاجئتك او احبطتك، بس واضح ان اللي كان معاك الفتره اللي فاتت اشتغلك صح. عمري ما تخيلت ان انا ابقى ساذج للدرجه دي او يضحك عليا بالشكل ده. بس انا عايز اعرف يا ترى ايه السبب اللي يخلي حد يعمل كده. يعني المرضى النفسيين كتير، بس كانت محبوكه قوي لدرجه ان انا اتدلقت زي الجرده. سوري ان انا ضحكت، بس انت صعبان عليا جدا. بس انت لازم تاخدي موقف من الشخص ده. طبعا طبعا، بس انا مش عارفه المفروض اعمل ايه بالظبط دلوقتي. اول حاجه وفورا تعملي ريبورت للفيسبوك وتقولي لهم ان في حد انتحل شخصيتك، واول ما يتاكدوا من ده يقفلوا هم الصفحه. اوكي هعمل كده اول ما اروح. وانا كمان اول ما اروح هعمل الريبورت ده. طب ممكن تقولي الريبورت ده بيتعمل ازاي؟ انا بصراحه ما اعرفش. هشرح لك، بس الخطوات دي هتاخد شويه وقت. اوكي حضرتك جاهز تطلب حاجه؟ لا لا انا هقوم امشي. لا لا خليك تشرب حاجه، انا بصراحه طالبه اكل. لا مش عايز ازعجك. لا لا مفيش ازعاج، شوف الاستاذ يطلب ايه. تحت امرك يا فندم. عايز واحد بيف تندر لاين. اصلا تحب تشرب حاجه حضرتك مع الاكل؟ لا شكرا. سي قول لي بقى الريبورت ده يتعمل ازاي. بص يا ستي، والله زي ما بقول لك كده. لا ولما تتقمص بقى او يتقمص، ما انا مش عارف بقى اللي بيشتغلني ده راجل ولا ست. واقعد انا طول الليل افكر ازاي اصالح. الواحد عمال يفتكر في شويه حاجات دلوقتي زمانها بتقول عليا اهبل رسمي. معلش معلش، بتحصل في احسن العائلات. مش عايز اقول لك انا حاسس بايه دلوقتي، احساس غريب جدا. ابقى بكلم واحده بقالي شهر وبتمنى اشوفها، لا وهي رافضه بقى وعماله تتدلع، ولما اشوفها بالصدفه تطلع هي مش الشخص اللي انا كنت بكلمه، انما هي هي بقى الشخصيه الحقيقيه. شفت اللفه شكلها عامل ازاي؟ ولا في الافلام؟ فعلا صدفه غريبه جدا. بس بالنسبه لي صدفه حلوه قوي. هو أنا في حاجة عايز أطلبها منك بس محرج شوية. Let me guess. عايز تاخد نمرتي؟ ده أكبر من أحلامي بكتير. أنا بس كنت عايز أعمل لك آد على الفيسبوك بتاعي. وهتبتدي كل ده من الأول؟ شفت أنا صبور إزاي؟ بص أنا مقتنعة إن مفيش حاجة اسمها صدفة، وكل حاجة بتحصل في الدنيا ليها سبب أو حكمة. وانا صريحه، انا لو ما كنتش ارتحت لك عمري ما كنت هسمح لك انك تقعد معايا، فانا ما عنديش مانع ان احنا نتبادل الكونتاكتس، بس اوعى تخليني اندم بعد كده. اوعدك انك مش هتندم. دي قصه غريبه قوي. غريبه قوي. بس هو بصراحة ولد ذوق ومحترم يعني جدا. شكله حلو؟ حلو. حلو قوي. ايوه بقى. ايوه بقى ايه؟ لا انا برد على السؤال بس. بصي يا بنتي، ان شاء الله ان شاء الله انا حاسه ان الموضوع ده اخره خير. الحاجات اللي بتحصل بالطريقه دي غالبا بيكون ليها سبب. Everything happens for a reason. انا برضو بقول كده. انت عارفه ان انا بعد موضوع مصطفى مش عايزه اخش في اي حاجه. مصطفى ايه كوك انت تبقي معقده وكده؟ لا حبيبتي خالص، موضوع وعدى خلاص، ترمي ورا ظهرك. وبعدين بصي اختك عادي، اديها ليكي قدوه، مفركشه 4 مرات وعادي يعني قاعده
ناكل فشار اتفرج على فيلم. ايوه انتي بارده لكن انا مش كده. انتي عارفاني انا هبله. لما بحب بحب بجد. لما بزعل بزعل قوي قوي. امسكي بقى اعملي لنا ريبورت للاكونت الزفت ده. هاتي بدل ما انتي قاعده تتريقي عليا كده. في اي اسئله ولا الامور كده بقت بالنسبه لك واضحه؟ لا كل حاجه واضحه بس الموضوع اصله هياخد مجهود ووقت. ما عندكش اي حد يا بابا يعمله لك في الحزب وخلاص؟ في كتير في الحزب طبعا بس ده موضوع بتاعي انا وانا مش عايز اكلف اي حد في الحزب يعمل لي حاجه تخصني. وبعدين هو مين اللي هيدير الصفحه دي غيرك انت يا كوكا؟ ما انت كده كده قاعده 24 ساعه على الفيسبوك. يا بابا هو حضرتك فاكر ان هي فقيقه بقى تعرف تعمل لك حاجات الفيسبوك وكده؟ دي لخمه. ده انا كل ما اسالها على حاجه تقعد تقولي ما اعرفش. انا ايوه ده انتي والله يا بابا هي مش انا. طب خلاص هتشوفوا هتشوفوا عاملك بيج عامله ازاي وريني وعند فيك يا بنات حبيبتي يا وبعدين بقى ما تاخديش على كلامها. ده انت باين عليك حدوته. هاي على طول كده. هاي ميرسي على الفريند ريكويست. انا اللي ميرسي انك قبلتي. انت قلت لي انك مهندس كمبيوتر بتعرف تعمل صفحات لشخصيات وكده. ازاي مش فاهم؟ أصل بابي عايزني أعمل له صفحة على الفيسبوك على أساس إنه فاكرني خبرة وكده وأنا طبعاً بلح. أو طبعاً ده سهل جداً بس فاهميني الموضوع إيه بالظبط. ولو حابة أكلمك أنا تحت أمرك. أنا ما ورايش حاجة دلوقتي. اتكلموا بقى عشان نخلص ولا ايه؟ بقى عشان نخلص ولا انا بتلكك؟ اوكي نتكلم. مع اننا بقالنا كتير بنتكلم بس حاسس ان انت مش متحمسه قوي ان احنا نتقابل تاني. لا مش فكره مش متحمسه يعني بس احنا يا جلال ما نعرفش بعض وهننزل نعمل ايه يعني؟ ما انا عايز اعرفك نفسي كويس. لعلمك بقى انا حاسس ان انا اعرفك من زمان. ده انا بقيت افهمك من صوتك. يا سلام خبير قوي يعني. يا ست ولا خبير ولا حاجه بس اللي يهتم بحد ويركز معاه يقدر يفهمه بسرعه. جلال هو انت عايز مني ايه؟ هو لازم يكون في هدف من ورا ان انا عايز اعرفك. انا عايز ابقى جنبك وحابب وجودك في حياتي. كل بني آدم مننا محتاج إنسان يبقى جنبه يثق فيه يتسند عليه ويكون مصدر أمان في حياته. أيوة بس اشمعنى أنا يعني؟ جلال ثانية واحدة. أيوة 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 جلال معرفش في زلطة دخلت كسرت الفاز عندي. نعم إزاي ده؟ إيه اللي حصل؟ مين اللي رماه؟ معرفش بصيت بس الدنيا ضلمة مش شايفة حاجة. انتوا مش عندكم امن؟ ايوه ايوه عندنا واحد واقف تحت. طب خليه يبص حوالين البيت كده ويفتح عينيه بس ما تقلقيش ممكن تبقى حاجه طايشه من هنا ولا من هنا. تحب اجيلك؟ لا 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 تيجي فين؟ انا هعمل زي ما قلت لي ما تقلقش. اسمعيني كويس يا كريمان انا لما بقول لك اجيلك ما بقولش كده وخلاص. انا مستعد اقعد تحت البيت طول الليل عشان تبقي مطمنه وارجوكي اي حاجه تحتاجيها في اي وقت لازم تكلميني على طول. اتفقنا؟ ميرسي يا جلال ما تقلقش. باي. إلي إلي أه!
ولا يهمك يا فندم، ولا يهمك، مفيش حاجه والله. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. حضرتك لوحدك؟ ايوه. اتفضلي يا فندم. ايه رايك يا فندم في الترابيزه دي، كويسه جدا؟ اتفضلي يا فندم. المنيو يا فندم، ولا تحب اقول لحضرتك اختيارات الفطار النهارده؟ لا لا شكرا، انا خمس دقايق بس ابص واطلب. اكيد يا فندم، تحت امرك طبعا. شكرا. اكيد. يا جلال معلش، انا اسفه، انا محتاجك ضروري قوي. شكرا. انا بقالي ساعه قاعد مش قادر افهم بالظبط ايه اللي حصل. معلش يا جلال، متوتر قوي. واضح طبعا انك متوتر، وده منعكس عليا. ممكن تهدي كده بقى شويه وتحكي لي الحكايه من الاول، من اول ما نزلت من البيت؟ حاضر. انا خرجت من البيت عادي زي كل يوم. ركبت العربيه وانا ماشيه لقيت عربيه ماشيه ورايا، دخلت الشارع جانبي لقيتها برضو راحت داخله نفس الشارع، جيت اسرع راح مسرع هو كمان، جيت ابطأ راح عامل زي ايه. ها كملي. طيب اكمل ايه؟ ما انا ما رضيتش اروح لحد العياده، انا ركنت هنا عند الكافيه ودخلت كلمتك من جوه. انت مش شايفه ان الموضوع ممكن يبقى مجرد صدفه وواحد ماشي في مساره الطبيعي زيك؟ لا 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 مش صدفه، انا متاكده انه قصدني. ده حتى ما كانش فارق معانا، انا اخدت بالي انه بيراقبني. انا خايفه قوي يا جلال. خايفه من ايه بس؟ يعني ان شاء الله مفيش حاجه تخوف. مفيش حاجه ازاي؟ يعني امبارح ازاز اوضتي كسر والنهارده واحد مشي ورايا وتقولي ما تخافيش. انا قصدي بس نكون هاديين يعني عشان نعرف نفكر. انت ممكن تبقي موهومه من اللي حصل امبارح. لا احتمال بس انا متاكده ان حد من منافسين بابي عايز يأذيني. وهيأذيكي ليه بس؟ مش عرفني بقى. المهم انا عايزه امشي من هنا دلوقتي، خرجني من هنا. طيب حاضر دلوقتي. لو سمحت الشيك لو سمحت. ايه دي؟ طيب خلاص إيه دي. انا معاك اهو. انا خايفه. خفيش. أنا متشكرة قوي يا جلال. أنت مش فاهم إنك جيت لي بالسرعة دي عملت فيا إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ بتبص على إيه؟ هي دي العربية؟ أيوه تقريبا هي. يا ريس خد. طب لف لف الكاب جنبي عشان نلحقه. يلا الحق مين؟ لا طبعا مش همشي وراك يا ستي. طب ناخد رقم العربية. طيب لا ماليش دعوة أنا خايفة. أهو ماشي أهو. أوه. طب اركبي جنبي، اركبي جنبي هوصلك وبعد كده برجع اخد عربيتي. يلا لف. انا مش عايزه اكبر الموضوع بس في نفس الوقت مش عايزه اطنش عليه، صح ولا لا؟ أكلم بابي أقول له؟ والله ما عارف أقول لك إيه، بس لو ده هيطمنك خلاص اعملي كده. لو إني عارف إن هو مسافر مكالمتك دي أكيد هتقلقه جدا. هو ده اللي أنا مش عايزاه برضه. أنا مش عايزة أقلقه وهو مسافر. أعمل إيه بس يا ربي؟ بص يا كريمان، أنا همشي وراك اليومين اللي جايين دول. يعني اتأكد بس إن مفيش حاجة. ده لو مش هضايق. لا طبعا يا جلال، هتسيب شغلك وحياتك وهتمشي ورايا؟ ده مش حل. يعني كام يوم اللي جايين دول بس؟ اتاكد ان الموضوع مش اكتر من مجرد صدف يعني.
يلا انا همشي وراك النهارده طول اليوم. احنا هنعمل كده بجد؟ اتفضلي يلا. ميرسي. كريمات انا وصلت تحت اهو. سوري يا جلال انا خلاص 10 دقايق ونازله. ولا يهمك خدي وقتك. ماشي. ولا يهمك. يلا جلال مش عارفه اقول لك ايه. انا تعبتك قوي. ولا تعب ولا حاجه، ده انا بشكر الزلطه اللي كسرت الفازه بتاعت اوضتي. واحب على راس الراجل اللي مشي وراكي ورعبك ده. لولاهم ما كانش زماني بشوفك كل يوم. ميرسي. ايوه كريمان انا جاهز اهو. اجيلك؟ لا طبعا تيجي فين. انا اصلا خلاص اطمنت ومش قلقان. انا اصلا بكلمك من الشغل. ايه ده يعني راحت عليا خلاص مش هشوفك تاني بقى؟ لا مش قصدي يعني، بس انا تعبتك كتير اليومين اللي فاتوا. ارتاح مني بقى شويه، وبعدين انا مش عارفه ارد لك الجميل ده ازاي. بصي بقى يا ستي، لو عايزه تكافئيني بجد يبقى تقبلي عزومتي على العشاء بكره. لا ابتدي بقى افتحي شويه. لا هقفل يا بنتي اسمعي كلامي بس. وعليكي يا كوكي شكلي حلو؟ قمر طبعا. بجد؟ بجد جدا. هو انا مش قلت لك ان موضوع جلال ده اخره خير؟ بصراحه هو يجنن راجل وجدع، بس انا خايفه لما يعرف ان انا معجبه بيه يتقلب. انت عارفه الرجاله بقى. ليه التشاؤم؟ ليه؟ وبعدين الحاجات دي بتحصل مع العيال الصغار. وبعدين خايفه يطلع بتاع بنات. ايه ده يا كوكي؟ واحنا هننقي كلهم بتوع بنات حبيبتي؟ لا انا مش عايزه اعيد تجربه مصطفى دي تاني، ده انا اموت فيها. جالك مسج على الفيسبوك. لا اكيد هو، بس ما كلمنيش على الموبايل ليه؟ تعالي شوف. اجري اجري تعالي. اوعي تفتكري انك هتفلتي بعملتك وانا هعرف ازاي اخد طاري منك. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي بعت الكلام الاوفر ده؟